أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الحرية للأخبار الحصرية. رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشكرا. عقب إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قراره المرتقب بحل جميع المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية، سارعت بعض الجهات المحسوبة على حركة النهضة من أجل لململة فضائع الانتهاكات والإخلالات والتجاوزات الكبرى صلب البلديات التي يسيطرون عليها، وأكد شهود عيان بعضهم بنهب أرشيف ووثائق قد تدينهم في ملفات إهدار المال العام والتلاعب بالصفقات. وتشير معطيات بأن عدداً هاماً من رؤساء البلديات الموالين لحركة النهضة ملاحقون في جملة من الشكايات والقضايا المنشورة في المحاكم. ودعا مراقبون السلطات الأمنية والعسكرية لحماية مقرات البلديات وخصوصاً البلديات الكبرى من خطر حرق الأرشيف أو نهب الوثائق والتجهيزات من حواسيبه. ودعا مراقبون من الأمن والجيش لتطويق عدد من البلديات ومحاسبة كافة الفاسدين. كتبه توفيق العوني. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء. لا تنسوا ضغط زر الإعجاب وترك تعليقاتكم.